هاي يا جماعة، ازيكم؟ يا رب الفيديو ده يعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك وتشير وكومنت سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. عارفة ان انتم مستغربين دلوقتي كلكم ان انا اللي ببدأ الفيديو، بس ما تستغربوش من بعد النهاردة، لانه كل يوم انا هبدأ الفيديو، لانه الانسة ملاك مش فاضية تتكلم ولا الانسة لميس فاضية تتكلم، فاوريدي انا اللي هتكلم. فزي ما انتم شفتوا في عنوان الفيديو، انا مش عارفه ايه الهبل اللي انا بقوله ده، بس يمكن عشان اول مره في حياتي ابدا فيديو، فمش عارفه يعني هو بيبدا ازاي وكده، بس ان شاء الله هنتعود. لقيت بقى ان الفيديو اللي كان قبل ده اللي هو تقريبا كان امبارح، اللي احنا بقى كنا بنعرفكم عليا انا ومروان، فالنهارده الفيديو هيكون غريب شويه، شويتين ثلاثه اربعه. ايه يا بنتي عماله تخلي الدنيا كلها مستغربه ليه؟ لميس انت بتتكلميش ليه؟ انا مش قادره اتكلم والله. دلوقتي يا جماعه دلوقتي احنا وصلنا المستشفى بعد تعب ودموع، ولسه بقى هنقعد علشان نشوف دورنا هيجي امتى. يا دي الملل، دورنا انت لسه مستني دورنا؟ سمحت، احنا عايزين نشوف البيبي، يعني قسم البيبي وكده. ماشي، هو الدور التاني امتى؟ دلوقتي ولا دلوقتي؟ لسه في ناس قدامك كتير، يعني ممكن انت الدور السابع التامن كده. يعني على امتى كده حضرتك هتندهلي؟ عندها اسمها ايه بقى؟ ملاك، ثانية واحدة افتكر. ملاك خالد. ايوه، ملاك خالد بركات. ماشي، والدور هيجي امتى بقى؟ يا دي الملل، متعب. انا كنت ما جيت شفت البيبي بتاعي قبل الموت كده، كان طلعوني على طول، ما قعدتش. ازاي انت جاي متاخره؟ انا كنت رايحه بدري. ملاك خالد بركات. اخيرا يا عم، ده احنا قاعدين من امبارح الظهر زي دلوقتي. اتفضلوا من وقتي. ايوه، خدوني. في ايه؟ خدوني. هو بينا احنا مش عايزين ننام. بتقرا كابنة تلاج ونوم ولادة سريعة. انا مش اسمها كده، اسمها تقريبا ولادة مبكرة. ما تيجي ناكل قبل ما نطلع، ما قلناش ان في حاجة هنا فيها اكل، كنا جينا اكلنا وخلاص. ازيك يا معمو؟ الحمد لله يا بنت عمو. مدام ملاك محمد، مدام ملاك خالد بركات هنا. انا ابو الطفل، عادي ادخل. اتفضل. وانا خالتي الطفل. انا الخالة الاصلية، والله العظيم خالتي اصلية. يعني عادي ندخل كلنا؟ عادي. لو انتوا حابين ان انتوا تعملوا جلسة مولود وكده، منصورش اللحظة وكده. الله، شوف البيبي كتير بيتحرك وجميل. انت بقى عرفت يا دكتور هو ايه؟ لا ما تقولش يا دكتور، احنا نعمل جنس مولود. طب اقول لحضرتك انت بس والباقي لا؟ ولا في الفيديو يا جماعه عشان هو يقول لي كده. ما احنا كده يا ذكيه نبقى عارفين، هنبقى متوقعين هو. اخرجوا برا يا حيوان. اخرجوا برا. ايه الام اللي عندها فضول تعرف البيبي بتاعها ده؟ يا جماعه انا عايزه اعمل جنس مولود وعايزه اشوف ايه اللي هيتوقع صح. مش عارفه. بنتي اخرجوا برا. مين اللي بقى تطردني برا؟ انا الاب برا. هو احنا اتطردنا ولا بيتهيألي؟ احنا اتطردنا يا ظريف. طب الحمد لله. شكرا بقى. انت تتحرك بالنقل. هي
يعني البيبي توأم بس إيه؟ يعني هما بيبي و... ايه بالظبط؟ انا هقولك بس انا فاتحه الكاميرا بس انا مش عايزه حد يعرف. هم توأم، هم الموجودين في الصوره قدامي دول، هم دول زغرتي يا بنتي يا لميس وانت بره مش بره في زغرت عن عن مش عارفه. انا مبسوطه قوي ماشي. يعني هو يعني فاضل بقى قد ايه على الولاده وكده؟ ان شاء الله بالاقل 10 ايام. 10 ماشي بابا حددت لي ميعاد الولاده. انا اول مره في حياتي اشوف واحده مبسوطه. انت عارف قال لي البيبي ايه؟ ايه قال لي البيبي توأم. قولي الرسم. اه والله بقى ما حدش هيعرف ام ايه الا في حفل الجنس المولود. وقال لك هتولدي بعد 16 16 سنه. لا قال لي قدامي 10 ايام اهو. حسيت هتحقق الولاده. ايوه اي يا ماما ثانيه واحده، لسه انت لسه ما كملتيش 4 سنين لسه جايبه دواء. انا حاسه ان انا هيجري جفت. معلش عليك يا روح، احنا عايزين بقى نروح عشان انا جعانه عايزين ناكل. مفيش اكل احنا ايه بقى؟ يلا نمشي عايزين. انا جعانة وانا انا كتير جعانة جدا عشان اتشوق. انا بجد 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 ايه ده توأم ليه؟ ايوه لميس هتربي وحيد انا اربي وحيد. لا مش عايزة لميس بس وقعت فساديهم يا لميس. لا يا حبيبتي مش عايزة كفاية قرش ده كل خلاص. نانسي تربي واحدة وانا واحدة. ايه؟ اي نانسي انا اروح ابات مع الدكتور النهارده اقول له خدني بقى. ده هتلاقيه عنده مزرعه عيال، اقسم بالله هتلاقيه عنده مزرعه عيال. اشمعنى؟ عشان هو دكتور بقى. ايوه من غير فلوس. ايوه ده الحاله اللي احنا ده احنا نسينا نساله كام كده. ندخل نساله ولا نفضل واقفين مكاننا بالاحترام؟ انا هخش اساله عشان لو طلعت الوضع بفلوس كتير ما تولديش. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. إيه انت قلت لمراتي اللي هي الولادة بعد 10 ايام. ايوه إيه ماشي. التكلفات كام؟ الفلوس إيه هما عشان هما توأم انا مش عارف. دكتور وقولي هي ايه اللي هما جنس ايه؟ إيه مش فاهم يعني. اللي هما بطنها توأم ايه؟ بنت ولا بنت؟ ولد ولا واد ولا بنت واد؟ ما هي المدام عارفة اسألك. ماشي التكلفات كام بقى عشان انت عارف ان انا اظبط؟ 10,000 جنيه. ليه؟ ما هو كل 10,000. نروح المطعم اللي احنا ناكل فيه دلوقتي يا جماعه. احنا نروح المطعم ونرجع لكم ولسه ما عندناش اي فكره مطعم في المغرب. يا الله انا بدي هذا اللي هو تبع اكل البحر. يلا بينا نفوت. يلا لميس يلا يا ابني. عارف ان الدنيا خاصه هنا. بصي تعالي انت هنا وانا ارجع ورا علشان خاطر شعري مش هيبينك كده فاهمه. لو سمحت اتفضلي. واحنا ممكن ناخد المنيو؟ ماشي. وانا ممكن اقول لحضرتك ان احنا مش عندنا مينيو بس انا هقول لك احنا عندنا اكلات ايه وحضرتك تقولي لي انت حابه تاكلي ايه. يا كابتن مالك؟ عندنا سمك، عندنا اللي هو يعني عندنا وعندنا انواع السمكات. طب خلاص هات لنا من انواع السمكات اللي انت بتقولي. ماشي. احسن حاجة يا بنت الملكة ان انت قلت لهم ان انت تعبانة ومن ريحة وكده فنخرج على ان انت في البحر ما يكل. يلا يا بنت فولي انا ما اكلتش الاكل وقف. انا اول مرة في حياتي اشوف حد بياكل بعد السمك عصير تفاح. بس يلا
ولا ده مش عصير، ده لبن، ولا ايه مش عارفه. جماعة بقى هنروح البيت عند ملاك كلنا ونرجع لكم. ماما انتوا جيتوا؟ ايه يا روحي ماما انتوا روحتي شفتي نوع البيبي؟ ايه طب شو هما بقى البيبي؟ عارفة مثل ما انت قلتيلي امبارح يا ماما انا بدي يكون عندي 2 اخوات بيبي، غيرك انت يا زون. يعني احنا راح يكون راح نصير بدل 2 4. انا متحمسة جدا جدا. ماما يلا بقى خلي البيبي يخرج. هيخرج ازاي؟ ما هو لازم هيخرج بقى. الدكتور قال تعالي اقعدي، الدكتور قال كلها 10 ايام والبيبي رحيلي. يلا بقى ننهي الفيديو. باي يا جماعة، ما تنسوش بقى اللايك والشير وكومنت سبسكرايب للفيديو وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. ووصلونا بقى ل 200 مشترك. باي.